مشاهدينا متابعينا الكرام، الانطلاقات تتواصل والتحديات تستمر، حيث أعلنت انطلاقة شوطنا العشرين وهو شوط مخصص لفئة الجعدان المهجنات الأصايل من المسافة هي الأربعة كيلومترات. الشوط يحمل أشواط قوية وشعارات حضرت في هذا الشوط. ننطلق لنتعرف على الأسماء المتقدمة. يأتينا على المركز الأول الغزال سالم بن محمد بن عبد الله بن عبيدة السويدي يتواجد على مقدمة هذا الشوط. المركز الثاني الوسمي صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي، والمركز الثالث ميهاب محمد بن راشد بن قحيد المهيري، والوصول أيضا من سناس عبد الله بن ضبيب بن سليمان الشامسي قادم بكل قوة مع المركز الثالث، وأيضا الأسماء الحاضرة في هذا التحدي الممتاز. وأيضا هناك الوصول مع انطلاقة شهدار محمد بن سلطان مطر بن مرخان يتواجد في هذا الشوط، وأيضا المركز السادس الوصول مع المركز السادس مولع سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي الاكتبي، والوصول أيضا اللي وصلنا رعد راشد بن علي بن راشد بن كليب الاكتبي، والوصول وصل في هذه اللحظات وصل مهاجر سالم بن سعيد بن سالم العويسي يقدم لنا مهاجر في هذا الشوط على المركز السابع المركز الثامن بالفعل، والمركز التاسع اللي وصلنا في هذا التحدي الممتاز وفي هذا الانطلاق الجميل. الله الواصل 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 في هذا الانطلاق المميز، ويحمل الرقم هو رجيف احمد بن عتيج بن عبيد الرميثي يتواجد في هذا التحدي الممتاز، وايضا الوصول على المركز العاشر. وصلنا في هذا الانطلاق الناوي محمد بن راشد بن سعيد السبوسي. مشاهدينا متابعينا الكرام، اذا هذه الاسماء المتقدمه في هذا الشوط، عوده الى المركز الاول والى مقدمه هذا الشوط. نسراس عبد الله بن ضبيب بن سليمان الشامسي يتقدم، الشامسي ولكن العويسي مع مهاجر سالم بن سعيد بن سالم العويسي يتقدم بهذا التقدم الممتاز وبهذا الاندفاع الجميل مع مهاجر من يأتي على المركز الأول مع مقدمة هذا الشوط. وأيضا المركز الثالث الغزال سالم بن محمد بن عبد الله بن عبيدة السويدي، والوصول أيضا من الوسمي صابر بن سعيد بن صابر الاكتبي، والوصول أيضا في هذه اللحظات من مولع سلطان بن علي بن سلطان بالهناوي الاكتبي. الله والمركز الخامس وصل شهدار محمد بن سلطان بن مطر بن مرخان الاكتبي يتواصل مع هذا التحدي الممتاز. مشاهدينا متابعينا الكرام، عوده الى الصداره، عوده الى مهاجر من هاجر الى المراكز الاولى، هاجر الى مقدمه هذا الشوط، الى الاداء الجميل في التحدي الممتاز يقدمه سالم بن سعيد بن سالم العويسي مع المركز الاول مع مقدمه هذا الشوط. لكن المركز الثاني ياتينا نسراس عبد الله بن ضبيب بن سليمان الشامسي مع المركز الثاني مع الانطلاق الممتاز، وايضا الوسمي صابر بن سعيد بن صابر هنا الاكتبي. لكن مشاهدينا متابعينا الكرام، مهاجر من لائحة الـ1200 يا من تتابع يا من تراقب هذا التحدي، ركز يا العويسي مع انطلاقة مهاجر، مع تحديات مهاجر الذي يقود الشوط قيادة تامة وقيادة محكمة. الكيلو الأخير ننوه الجميع بأن غادرنا لوحة الكيلو الأخير ونسراس على المركز الثاني. نسراس هنا بالضبيب مع المركز الثاني عبد الله بالضبيب سليمان الشامسي ولكن مهاجر مع المركز الأول. ولكن شوف لي مثير خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري بن عاضد غير بن عاضد طور
بن عوض الطار اقلع مع المركز الاول مع الصداره مع مقدمه هذا شوط مثير. خليفه بن سعيد بن عابد المهيري المهيري وايضا المغيري واصل 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 مع عزام. هنا عزام عامر بن سالم بن صباح الوهيبي الوهيبي الوهيبي. اللحظات الاخيره اللحظات المريره ولكن 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 الوهيبي 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 عامر بن سالم بن صباح الوهيبي مشكور يا سعيد يا بن عامر يا المغيري. من تابع هذا الشعار النقطة الرابعة النقطة الرابعة يذهبون بالسلام أهالي السلطنة إلى ميدان بدية. إذا هذا هو عزام إذا هذا هو عزام يقدم عامر بن سالم بن صباح الوهيبي من قدم في هذا التحدي. مشكور 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 يا سعيد يا بن عامر يا المغيري من يتابع هذا الشعار. لحظات الوصول إلى خط النهاية معلن هذا الفوز والانتصار المركز الثاني. وصلنا مثير خليفة بن سعيد بن عاضد المهيري المركز الثالث. وصلنا شاهين أحمد بن سهيل بن علي الكتبي المركز الرابع لبرشيد. التوقيت 6:26 تهانينا والناموس على هذا الفوز والانتصار.